سعودي متحول جنسيا جعل كلمة التوحيد في أكثر مكان. يومي أثار ضجة واسعة في الأيام الأخيرة، وهو من المشجعين للمثالية، ولقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بالمطالبة بالقبض عليه. وانتشر فيديو لهذا الشخص وهو يركض بعلم المملكة العربية السعودية، والذي يكون مكتوب عليه عبارات التوحيد. وقد أثار ظهور نيومي قبل أيام في مسيرة للشواذ وهو يرتدي علم السعودية غضب المجتمع السعودي، وانتشرت مطالبات واسعة لاعتقاله. وذكر البعض بأنه يتواجد في مدينة جدة السعودية. انتشرت مطالبات بالقبض على المتحول الجنسي نيومي بعد انتشار فيديو له وهو يهين العلم السعودي. قيامه بارتداء العلم السعودي وقام بالرقص به، وعند دخوله السعودية انتشر كثير من الدعوات باعتقاله. انتشر مساء أمس خبر يفيد باعتقاله، وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن ظهور شخص في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام بالإساءة لعلم المملكة وهو من شأنه المساس بالأداب العامة وحرمة الحياة الخاصة. وقد صدر أمر النائب العام بالقبض على نيومي وتحريك الدعوى الجزائية بحقه تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة. وقد أكد نيومي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أنه ليس رجل كما هو متعارف، وإنما هو أنثى، وقد حاول الانتحار 5 مرات قبل ذلك، وكل ذلك بسبب المعاناة التي يلقاها من المجتمع ومن عائلته، كما أنه مصاب بكثير من الاضطرابات بسبب هذه المعارضات التي يتلقاها.